في مطلع الاتفاقية يكتبون إن التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهيات العالم وقضية السلم تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين. مشاركة المرأة في بناء المجتمع من وجهة النظر الإسلامية هل هي ممكنة أم مقيدة؟ أبدا. يعني هو يعني المجتمع الإسلامي يعني المرأة لها مهمتها ولها أعمالها التي هي أساسية في بناء المجتمع. أولى هذه المهام القيام بمهمة الرعاية للنشأ، ثم هذه المرأة التي تقوم بتنشئة هؤلاء الأجيال، صناعة الرجال، هذه يعني ستحدث نوعا من الاطمئنان النفسي بالنسبة للأجيال. فالأجيال التي تنشأ من غير أمومة، من غير حنان الأمومة، يعني يحدث فيها نوع من الشرخ النفسي الذي يؤدي في النهاية إلى كثير من الأزمات النفسية. وعندما تنظر في سجلات بعض يعني المجرمين كيف امتهنوا الإجرام وما هي يعني الدوافع النفسية التي أدت بهم إجرام، تجد أن أكثر هؤلاء مشكلتهم كانت مشكلة البيت، تهدم الأسرة، يعني إما فقد الأمومة بالكلية أو فقد الأبوة، أو يعني أن الأبوين ما قاما بمهمتهما يعني في توفير الدفء النفسي بالنسبة للولد. يعني الجانب الثاني أن المرأة تقوم بما تستطيع في بناء هذا المجتمع من ناحية يعني فإذا كان لها مالها ولها بعض مهنتها يمكنها أن تساهم يعني في بناء هذا المجتمع من خلال الأعمال يعني التي ليست حكرا على الرجل، يعني في قضية التطبيب، فيما يتعلق بمسألة التعلم والتعليم. ويعني في هذا يعني يقول بعض الكتاب الغربيين، يعني الكاتبة الإنجليزية إيفون ريدلي تقول: كل شيء ناضلت لأجله، شو الكلمة هذه، كل شيء ناضلت لأجله الحركة المساواة النسوية في السبعينات كان متاحا للمرأة المسلمة منذ 1400 سنة. يعني هي تقول إنه يعني هذه الأشياء التي نحن كنا نناضل في السبعينات أن المرأة تحصل على حقها يعني في التملك، على يعني مساواتها في الأجور. يعني الإسلام لا، يعني المرأة إذا كانت مثل الرجل في مهنة ما لا يمكن أن تكون يعني يكون مرتبها ودخلها على النصف من هذا الظلم كان موجود عند الغربيين، هذا لا يوجد عندنا في الإسلام. هي الكاتبة هذه تقول يعني المبرر للحركة النسوية التي كانت موجودة عند الغربيين ليست موجودة عند المسلمين، لأن المرأة المسلمة كانت تنال حقوقها منذ 1400 سنة، وهذه يعني ليست مسلمة، حتى يعني لا يدعي أحد بأنها يعني مسلمة. أو فإذا يعني هذه المسألة من المسائل المهمة التي تبين لنا يعني أن هذه الاتفاقية لا محل لها من الإعراب بالنسبة لنا كمسلمين. وهنا أريد أيضا أنبه لقضية مهمة جدا، وهي أنه هل كل ما في هذه الاتفاقية يعني هو باطل، وهل الاتفاقية ما ذكرت شيئا مما يمكن أن يكون خيرا للمرأة؟ الجواب طبعا طبيعة الحال لا، هنالك بنود في هذه الاتفاقية تنصف يعني تعطي المرأة حقوقا. ومن الإنصاف أن نقول أن يعني أن هنالك يعني قوانين أو هنالك بنود تؤدي في النهاية إلى يعني إلى نوع يعني من إعطاء المرأة حقوقها. لكن نحن المبدأ يقول كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا النفع أو هذه المنفعة الموجودة تقضي عليها المضار المترتبة
التي هي في 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 ثنايا هذه البنود وفي هذه القوانين التي سنتحدث عن جانب منها إن شاء الله تعالى.